اهلا وسهلا كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اختي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد، ولا مرحبا بكم في نهار اختي وروتين جديد وحداقه جديده. كي غدا الحادقه مع الكوزينه، كي غدا مع رمضان، غلبك ولا غلبتيه؟ عكوك عباد الله. كذب عليكم، انا لا جوع لا عطش لا حتى شي حاجه، غير العيا مع الحماله وداك الشيء. راه كنحس براسي ظهري كيتقسم عليا، ما شكيت عليكم. الحمد لله على كل حال، الله يسمح لينا اختي من الوالدين، عرفتي شنو هي باش تكوني في الاواخر ديالك ومثقله وكتوقفي في الكوزينه. ملي فيا ما كيهنيني كنقول كل مره، كنقول اليوم غندير غير حاجه ولا هاد، واش كنصدق في ثلاثه الحوايج وزيد وزيد. عين اختي كتشهى وكنكونوا صايمين كنبقاو نتشهاو بزاف، دابا ما فهمتش منين دخلات. المهم الله يسمح لينا اختي. ايوا اليوم اختي جيت نشارك معاك الفيديو ديال اليوم. بعدا شكرا لكم على تشجيعاتكم وعلى ميساجاتكم الزوينين لهلي خطاكم لي، غادي تشوفوني لابسه بقى بعبايتي وبديت معكم الفيديو. باش كنقول لكم هاد العبايه البنات اللي توصلت بها راه فريمون نفعاتني، قسما بالله عندي عبايات وحدين اخرين ولكن هادي كنلبسها كتجيني براتيك دغيا دغيا كنلبسها، توبها مبرد زوينه فريمون نفعاتني. فهاد رمضان كنستغناش عليها، كنبدل غير الشال هكذا، كل مره كندير لها شي شال مختلف وكنخرج اختي نسخر بها وكلشي. دابا نيت لقيتوني يلاه جيت ومشيت جبت شي حاجه خاصاني اليوم اختي. الراجل تشهى علينا دجاجه محمره وفي نفس الوقت جاي ولد عمتي غادي يفطر معانا، ساكن غير هنا حدايا، قلت ليه يجي يفطر معانا. ايوا اختي كل رمضان ضروري رضا دير له دجاجه محمره، كنديرها في الايام العاديه ولكن في رمضان كنكونوا صايمين كيتشهاها كيقول لي ديريها ليا. ايوا اختي بلا ما نقول لك الدجاج محمر ديال ويان، غادي نشارك معكم الفيديو اليوم ونشارك معكم طريقتي، نشارك معكم شنو غادي نوجد. نوجد داكشي خفيف بسيط حيت كما قلت لكم غندير دجاجه محمره بالفريت وداكشي ومدغمره اختي على حقها وطريقها باش ما نطولش عليكم. حيدوا اختي هاد العبايه هادي، المهم راني قبل ما نخرج توديت صليت، عاد خرجت جبت المسائل اللي خاصيني، فقت شويه بكري باش نشرملها على تيساع ونخليها مشرمله مزيان مزيان باش تجي معلكة بنينة اختي. المهم شوف بدلو حويجاتنا، نلبس بيجاما وهانتوما معايا. واول حاجه كبيدات غادي نبدا بها كيف ما كتشوفوا، حطيت هنايا العطريه باش غادي ندير الشرموله لديك الدجاجه ديالي، غنشرملها مزيان مزيان. غادي نخدم هنايا في الهاشوار، خديت واحد الربيطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس، من الاحسن كبيدات انهم يكونوا فخي باش كيعطيو المذاق ديالهم. عندي هنايا واحد نص معلقه كبيره ديال السمن، وعندي هنايا الثومه وهاد الضامتي هادي ديال الزعفران. الثومه غادي نقسمها بحال هكذا وغادي نزيدها على داك الربيع كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نزيد هاد الضامه هادي ديال الزعفران ديال الضامتي، كتعطي بنه ونكهه خطيره في الدجاج. الا كان عندكم كبيدات الزعفران الحر رقدوه شويه الماء وزيدوه، ما كانش عندكم ديروا هاد الضامتي. دابا غادي ندوز للعطريه، عندي هنايا البزار، واحد المعلقه صغيره ديال البزار، معلقه ديال السكنجبير، الدجاج كيبغي اختي يجي سكنجبير، وهنايا عندي الخرقوم البلدي، وكندير حتى هذا الخرقوم الاصطناعي كبيدات ضروري، ما كيعطيني الوين في هكا في الدجاج ولا المريقه ديالي. هنايا التحميره كيف ما كتشوفوا، وشويه ديال الحرور الا ما كانش عندكم، الا كانت عندكم هريسه من الاحسن، انا درت هذيك. وهنايا عندي واحد نص حامضه كبيره غادي نحيد ليها اللب ديالها باش نزيدو على ديك العطريه كيف ما كتشوفوا. ردوا البال كبيدات مع العظيمات، هنايا راه كنحيدهم فاش كيبانوا ليا. صافي خديت اللب ديال هاد الحامضه هادي، راه كبيره كيف ما كتشوفوا. ودابا ضروري اختي بعدا ما ننقي، انا عزيزي اللي نخدم في النقا كنحس بداك الشيء ديالي متقول. خديت هنايا واحد نص كاس ديال الماء وغادي نخلط كيف ما كتشوفوا، ما درتش الزيت نهائيا باش ديك الدجاجه كتجي العطريه لاصقه فيها وكتجي مشرمله مزيان. صافي خلط داكشي مزيان مزيان في هاد الهاشوار اختي، الرحمه ديال سيدي ربي كترد لك داكشي مطحون. هنا لاله العروسه دجاجه كانت البنات مرقده في الحامض والسكنجبير والملحه هاد يومين باش غسلتها ودرتها في الفريكو وخليتها. انا عزيز عليا البنات الدجاج يكون في الفريكو باش كيجي جامع راسو في الطياب وكيجي زوين. ملي كتجيبي الدجاجه من عند مول الدجاج نيشان كتغسليها وكتشرمليها ما كتعجبنيش، من الاحسن انها تكون في الفريكو كما قلت لكم. هذه اختي راه جبتها على تيساع
وغسلتها وسقطرتها مزيان ودرتها في الفريكو. لا غدلي عاد جبتها كيف ما كتشوفوا بديت كنشرملها بديك العطريه اللي طحنت وكنخشيها هكذا ما بين الفخيضات ضروري باش كتجي العطريه قايصه كل بلاصه وكتجي الدجاجه ديالكم منسمه مزيان مزيان. هنايا كنشرملها وصافي كنخوي فيها العطريه لداخل. المهم عطيتها حقها باش اختي الدجاجه كتجي بنينه. من بعد صافي عقدت لي هذوك الرجيلات ديالها بحال هكذا كيف ما غادي تشوفوا. المهم اختي انا راه مازال كنشرمل ونقول ما شرملت كناخذ وقتي. وهنايا كنتقبل بنات الصدر كنخشي العطريه ما بين الجلده وما بين الصدر وكناخذ واحد الموس وكنبقى نتقب بحال هكذا الصدر باش كتدخل فيه ديك العطريه. شحال هذه كنت كنشوف ماما كدير الطريقه كنقول لها راكي كتخرجي على الدجاجه مي ابارامون اختي راه كطيب ما كيجيو فيها لا تقيبات لا حتى شي حاجه. هنايا وجدت سلطه ديال الروز والطون والمايس مليحه وبزار وزدت عليها المايونيز خلطتها ودرتها في الثلاجه. ودابا غادي نشارك معكم واحد لي توست بصوص فرماج ولا دان فيمي كيجيو كيحمقوا. غادي نحتاج لهم هاد الكريمه هادي ولي توست كيف ما كتشوفوا. خديت هنايا واحد الكاس كبير ولا جوج كيسان على حساب القياس ديال لي توست اللي غديروا ديال الكريمه. درتهم هنايا في كاسرونه وغادي نستعمل هاد الدامتي هادي هاد صوص بشاميل ديال الفرماج. غندير منها تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون بومبي راه هي النيت اللي بقات ليا خويتها كامله على ديك الكريمه. البنات هاد دامتي هادي هاد صوص بيشاميل تقدروا ديروها مع الحليب الا كان عندكم الحليب. انا بغيت نديرها مع الكريمه باش كتجي بنينه اكثر. زدت هنايا واحد الفرماجه وهنايا فخوماج احمر اللي حكيته وغادي نخلط هادشي. بعدا قبل غندير شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه. حاولوا انكم تردوا البال من الملحه حيتاش لي فخوماج كيكونوا مالحين. هاد لاصوص البنات ديال الفخوماج ما نقولش لكم كيفاش كتجي. حكيت هنايا شويه ديال الزعتر ضروري باش كيعطي التنسيمه. غنخلط هادشي مزيان وغادي نديرها فوق البوطه حتى تبدا تعقد ليا وانا كنحرك. هانتوما كتشوفوا كتجي بحال هكذا اختي مفرمجه ما نقولش لك شحال بنينه كتجي. خديت هنايا لي توست ديالي حطيتهم في الطاوه وغادي نبدا ندهنهم بديك لاصوص ديال الفخوماج. كتري اختي غير كتري حيتاش توست كيشربوا شويه ديك لاصوص. ما تخافيش الا شفتي راسك حطيتي فيهم كونتيتي كثيره ديال لاصوص عرفتوا واحد الريحه فيها راه يا سلام. هاد لي توست البنات كنت اول مره كليتهم في اسواق السلام طاحت لي الفكره غادي شي عامين ولا 3 سنين باش انني نجربهم. من تما وليت كنحمق عليهم وصراحه كنصرعهم. جربوهم وقولوا لي كيفاش غادي يجيوكم راه بحال شارينهم من شي مخبازه ولا شي بلاصه واعره. من بعد ما دهنت لي طوس ديالي بديك لاصوص خديت هنايا فخوماج فيمي كيف ما كتشوفوا وبديت كنقادو فوق داك الطوسطه بحال هكذا. الا كان عندكم الا كان عندكم البنات فخوماج فيمي ديروه به راه كيجي واعر. المره اللي فايته درتهم به دابا تسالى ليا كنقضيو به حتى بلا دهن فيمي صراحه كيجيو واعرين. هنايا خديت شويه ديال لاصوص كنزيدها من الفوق باش منين ندير فوق منها الطوسطه الاخرى هانتوما غادي تشوفوا كتجي ثابته ما كتبقاش تزعزع عليكم هكا الا بغيتو تهزوهم ولا تحيدوهم من الطاوه. مهم غطيتهم كاملين وشنو غادي نعاودو نديرو غادي نعاود ندير طبقه وحده اخرى ديال ديك لاصوص. عرفتوا كي كيجيو ومعلكين. غتكوني شاعله الفران غتسخني عليهم من الفوق ومن التحت شعلي عليهم من الفوق ومن التحت واحد الخمسة دقائق وتخرجيهم. غنشاركهم معكم من بعد وغنوريكم كيفاش جاو. دابا منين ساليت شغلي عاد غادي نرمي هاد الدجاجه هادي باش طيب. غنديرها فوق البوطه. خديت هنايا الطاوله اللي غادي طيب فيها درت فيها الدجاجه. درت هنا واحد البصله كبيره تكون مشلضه رقيقه في الجنيبات. ديك العطريه اللي بقات ليا زدت عليها شويه ديال الماء وخويتها باش ما تضيعش ليا. وغادي نعاود اختي نشلل داك البانيون اللي خدمت فيه وغادي نعاود انني نخوي بحال هكذا ونمرق بشويه ديال الماء من الجنيبات. غنغطي بهاد الغطايه ونديرها فوق البوطه شعلي عليها. البنات حاولوا انكم ما تخويوش الماء من فوق الدجاجه نيشان باش ديك العطريه ما كتغسلش. خديت هنايا دوك الكبيدات والقنصة والعنيقات قطعتهم طريفات صغار ورميتهم في الجناب في ديك المريقه. هنايا درت واحد نص كاس تقريبا ديال هاد الخلط الحامض. الا كان عندكم حامض فخي من الاحسن. خليتها 45 دقيقه بالضبط. قلبتها مره الاولى كانت على صدرها ومره الاخرى درتها على ظهرها
وها هي خرجتها اختي من ديك المريقه. دابا غادي نديرها في الفران باش تحمر. شوفوا الدجاجه ديالي كندهنها بالزبده والهريسه باش كتجي محمره وعطيها واحد لوغو غزال. هانتوما البنات راه منفرتكه ليا ما حتى شي حاجه. كناخذ الدجاج العبار تنقلب ليه الفخيضات ديالو تنشوفوا واش طايب صافي وكنخرجها. ودابا ديك المريقه اللي بقات ليا زدت عليها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه. ضروري انا ما كندير مزيج ما بين الزيت هكا وكنخليها تشحر ليا مزيان مزيان هانتوما حتى كتبدا تتغمر. هنايا اختي قليت الفريت اللحظات الاخيره كنطير ونقول ما طرت. جبت البريوات ديال الجبن ولا دانت في مقليتهم. لي طوست ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران درت عليهم فخوماج غابي من الفوق كيجيو دمار اختي غادي يحمقوك. قديت لاصالات ديالي في الطبيصلات وزوقتها. وها هي اختي لالا العروسه الدجاجه من بعد ما حمرتها مزيان وديك المريقه تعلكات درتها في الطبيصل درت عليها الحامض والزيتون والفريت. هذه هي الطبيله ديالي كبيدات. نتمنى الضيف ديالي تعجبهم مرحبا به والف مرحبا. نتمنى حتى نتوما يكون عجبكم الفطور ديال اليوم ولا يكون عجبوكم لي غوسات اللي شاركت معاكم. غادي نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.